السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا المجاز الإخباري. بداية وعلى إثر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق من المملكة المغربية، بدأت السلطات الجزائرية العليا استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق، وذلك في حال طلب من المملكة المغربية. كما قررت السلطات الجزائرية العليا فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين. هذا وأعربت الجزائر أمس في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أعربت عن صادق تعازيها للشعب المغربي الشقيق، وجاء في البيان: تتابع الجزائر ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية، وتتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. هذا فيما ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق بالمملكة المغربية إلى 2012 ضحية ونحو 2060 جريحا، في وقت لا تزال فيه فرق والبحث والإنقاذ تواصل عملياتها بالقرى والبلدات المعزولة في المناطق الوسطى والجنوبية للبلاد، والتي سجلت بها أضرار جسيمة وانهيار لعدد من المباني السكنية والمنشآت. في ختام زيارة العمل التي قام بها إلى المجر بتكليف من رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس ببودابست بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في هذا البلد الصديق، بحضور سفير الجزائر بالمجر عبد الحفيظ علاهم. بالمناسبة ذكر عطاف بالأهمية الخاصة التي يوليها سيد رئيس الجمهورية للجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر، وبالتوجه الاستراتيجي الذي أرساه لتعزيز مكانتها ودورها وإسهامها في مسار التنمية الوطنية. دوليا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد فتى فلسطيني وأصيب العشرات بحالات اختناق مساء أمس خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية. أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاصة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين ومنازلهم. في الهند، أخفقت قمة دول مجموعة العشرين أمس في التوصل إلى اتفاق حول وقف استغلال الوقود الأحفوري وأثاره المدمرة على البيئة والمناخ، لكنها تمكنت من التوصل إلى بروتوكول يقضي بمضاعفة استغلال الطاقات المتجددة 3 مرات مع حلول العام 2030. وفيما ظلت الخلافات قائمة نزاع الوضع في أوكرانيا، أقرت القمة مذكرة حول إنشاء خط بحري وآخر حديدي يربطان الهند بأوروبا. هذا فيما أشاد الاتحاد الإفريقي بقرار منح الهيئة القارية عضوية دائمة في مجموعة العشرين. بهذا الخبر الدولي نطوي أوراق هذا الموجز الإخباري. أعود لألقاكم على رأس الساعة بحول الله. أستودعكم الله.